الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية قطة تأكل برصا في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. أشار علماء التفسير إلى أن البرص في المنام يشير إلى بعض الأمور السيئة، إلى أن التخلص من البرص في المنام يشير إلى انتهاء المشاكل والهموم، والله أعلم. حيث إذا رأى الحالم أن قطة تأكل برص ويتخلص منه كان ذلك دليل على التخلص من الهموم، والله أعلم. كما يشير كذلك التخلص من البرص في طعامك إلى البعد عن طريق وكسب الأموال بطريقة غير مقبولة، والله أعلم. ذكر علماء التفسير أن البرص في المنزل يشير إلى بعض الأمور السيئة في حياة صاحب الرؤية، حيث يمكن أن يشير إلى وجود بعض الأشخاص الحاقدين أو الأعداء من الأقارب، والله أعلم. كذلك يشير إلى قيام أحد الأقارب ببعض الأمور السيئة التي تضر وتؤثر على سمعة الحالم والعلم عند رب العالمين. كذلك يشير أكل البرص في المنام إلى كسب بعض الأموال بطريقة غير مشروعة، كما يمكن أن يشير إلى سير الحالم في طريق السوء، والله أعلم. يشير حلم مشي البرص على الجسم بشكل عام للرأي إلى بعض الأمور الغير محمودة، حيث يمكن أن يشير إلى تورط الحالم في المشاكل. كما إذا رأى الحالم البرص على الظهر كان ذلك إشارة إلى المشاكل التي قد يواجهها. كذلك قد يشير إلى التورط في الأحزان والهموم. ذكر العلماء بعض التفسيرات التي تتعلق برؤية البرص في المنام، حيث أشار بعض العلماء إلى أن البرص يشير إلى المشاكل والهموم، والله أعلم. كما يشير كذلك إلى أفعال غير محبوبة دينيا واجتماعيا. كذلك يمكن أن يشير إلى ارتكاب المحرمات والرذائل، كما يمكن أن يشير البرص على الجدران في بيت الحالم إلى بعض الأشخاص الحاقدين والكارهين للرأي. فسر علماء التفسير رؤية البرص الصغير على أنه دليل على بعض المشاكل الصغيرة، كما يمكن أن يشير إلى مشكلة صغيرة يمر بها الحالم. كما يشير البرص الصغير للمرأة المتزوجة إلى أن هذه المرأة قد تواجه مشكلة صغيرة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.